السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك اشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة، ولا تنسوا تضيفوني سناب شات تويتر انستغرام عندكم على زاوية الشاشة. طبعا أخوكم الكرام، اليوم بسوي لكم تغطية سريعة عن أيسوزو ميو إكس. طبعا السيارة تعتبر جيب لكنها دفع خلفي، وفي منها أنواع تجي دفع رباعي، لكن حاليا موجود هو دفع خلفي. السيارة موديل 2018، سعر السيارة في حدود 84500 سعر يشمل الضريبة يشمل التسجيل. الفئة الأمامية تقريبا نص فل. نتكلم عن السيارة، نتكلم مواصفاتها واهم الميزات اللي فيها. وطبعا السيارة هذه المعلومية بحجم تقريبا تويوتا فورتشنر، نفس الحجم تقريبا. ناخذ جولة سريعة السيارة من الخارج بعدين نتكلم عن اهم المواصفات. للمعلومية، السيارة هذه تعتمد على محرك الديماكس، على جير الديماكس. طبعا هي تعتبر سيارة الصالون، سبع ركاب ما شاء الله، تشيل سبع ركاب، اثنين في المقاعد الأمامية وثلاثة في الوسط واثنين في الخلف. صراحة أمانة السيارة جميلة، حتى سواقتها جميلة. وبرضو مثلا إنسان مو يبغى له جيب أو يبغى له سيارة عائلية مثلا زي الإنوفا ويبغى سيارة اقتصادية، هذه خيار مناسب جدا، خاصة مع المحرك الكبير. محركه طبعا 3000 سي سي ديزل 4 سلندر، 163 حصان تقريبا، والجير اوتوماتيك توبترونيك. نظام الدفع فيها دفع خلفي، ومواصفاتها الخارجية طبعا نتكلم عن الواجهة بما انها تعتبر نص فل. طبعا في ستاندر وفي نص فل وفي فل، فهذه النص فل فما فيها كثير مواصفات خارجية، لكن زي ما تشوفون عندكم انوار LED، زي ما تشوفون عندكم حتى نور السيارة عالي واطي LED. الجنوط ألمنيوم مقاس 16 انش، عندكم بطاية جانبية وعندكم اشارات بالمرايا، والمرايا كروم حناية عفش، وفيها جناح خلفي وانوار LED خلفيه زي ما تشوفون، وعدد اربع حساسات خلفيه وكشاف ضباب خلفي. هذه من خلف، هذه الشنطه الخلفيه طبعا الصف راكب، فيها منفذ طاقه، طبعا وارد العيسى، طبعا وارد العيسى. نروح الى صرفية الوقود ونشوف صرفية الوقود، كلة البنزين، عفوا مش كلة البنزين، كلة الديزل. هنا احنا متعودين على بطاقات الوقود، هنا كلة الديزل يمشيك 14 كيلو. زي ما تشوفون ايسوزو ميو اكس 3.0 سنة موديل 2018، طبعا دفع خلفي، كلة الديزل 14 كيلو، تقييم السيارة ممتاز. نوجه الحين داخل السيارة ونشوف مواصفات السيارة. طبعا سيارة ريموت، نفتح الابواب، الفل كامل، اعتقد انه يجي بصمة ويجي فتحة. طبعا هذه هي المقاعد الأمامية، ونروح إلى الصف الوسط، وعندكم زي تشوفون هذه هي طبعا فيها تكاية بالوسط. بسم الله، هذه هي، وفيها تكييف خلفي، أربع فتحات تكييف خلفية، وعندكم هذه المراتب الخلفية. طبعا تشيل شخصين، أعتقد أنها برضه تشيل شخصين بالغين، ما عند تشيل شخصين بالغين ما عندها أي مشكلة. نتجه الى السياره وخلينا نشوف السياره من الداخل ونتكلم عن مواصفات السياره. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نطفي فليشر. تخليتها تقريبا نفس تخليه الديماكس، ما في اي فروقات انا اشوف تذكر يعني. حتى السياره هذه ترى اعتقد انها مبنيه على الشاصيه حق تريل بليزر الشفرلي، او الشفرلي تريل بليزر مبني على الشاصيه حق السياره هذه، لان ماخذين من الشكل كثير. بسم الله، شغل المحرك الديزل، صوت البوري، اللي يحب صوت البوري. طبعا صوت التوربو طالع واضح يعني، سيارة اكيد محرك توربو. بسم الله،
المقاعد قماش باللون الاسود ونشوف التطريزات والحركات اللي عليها. طبعا عندكم الانوار السيارة، طبعا عندكم الزجاج كهربائي بالكامل، حساسة كفرات، مراية كهربائية طبعا فيها خاصية الطي الاوتوماتيكي موجود، وعندكم هنا طبعا فتحات او حاملة اكواب، وعندكم هنا النظام تراكشن، طبعا فيها عداد رحلات وتحكم فيه عن طريق الزر هذا والطريق الزر هذا، يعني نفس الخدمة بس اللهم يعني واحد يمين واحد يسار، ولكلهم نفس الشيء يتحرك طريقة عكسية فقط، مستوى صار فيه توقود إلى آخر. للأسف ما فيه تحكم بالنظام الصوتي حتى أصلا، مسجل اللي عليها إضافة من الوكيل، طبعا مركبين مسجل سوني في الظاهر منفذ، يعني صراحة أنا أشوف أنك إذا أخذت حتى منفذ يو اس بي وينه، ما أدري وينه والله، وين منفذ اليو اس بي؟ هنا موجود أعتقد، هنا المنافذ حقت السيارة، في منفذ يو اكس، منفذ يو اس بي. بالأول والأخير أنا صراحة أول ما شفت السيارة هذه على طول وجه الغراب يركب لها شاشة وريح راسك. طبعا عندكم هنا درج، المكيف يدوي اربع سرعات، وعندكم هنا طبعا التكييف الخلفي، وفي تحكم هنا بالخلف زي تشوفون. الجير اوتوماتيك توب ترونيك، اعتقد يا خمس سرعات يا ست سرعات، مو متاكد معلومه لكن اعتقد انها خمس سرعات يعني على الغالب زي الدي ماكس. عندكم هنا طفايه دخان بكرامه، درج علوي، في منفذ طاقه، منفذ طاقه ما شاء الله، وحتى عندكم هنا الدرج الثاني. صراحة هنا المادة هذه جلد، يعني جاية جلد حق الدرج، فصراحة معطي فخامة تطريزات على السيارة. التكاية الوسط هذه هي طبعا جلد، شوف ايش فيها، فاضية ما فيها اي شيء، حاملة اكواب عند اثنين، وبرضه في هنا حاملة اكواب نفس الهيلوكس الفورتشنر ماخذين. تحس يعني ما ادري لو صممهم هذه السيارات يعني بس يغير شوية أشكال، ولا هم نفس المواصفات تقريبا يعني بالداخلية. عندكم هنا بيت النظارة، طبعا الشماسة هنا ما فيها شيء، والشماسة هنا فيها مراية فقط هذه بس، حتى إنارة ما فيها. سيارة صراحة حلوة كعائلية، اللي يبغاها العائلة ممتاز جدا، وصار فيه الوقود ممتازة برضو، اللي يمسك خطوط كثيرة، فأنا أشوف أن السيارة برضو خيار مناسب. هذه وشو صراحة أنا ما أدري في شيء فاضي ممكن يتراهم عليه أو شيء يتركب، فما أدري. فأقول لكم السيارة خيار جميل جدا كتقارنها مثلا، والله مثلا أنت محتار تأخذ إنوفا، فينا منفذ يو اس بي زي ما تشوفون. فزي ما قلت بدل ما تأخذ إنوفا بنزين مثلا سعرها في الكامل حدود 84-85 ألف، فتأخذ تأخذ السيارة هذه مناسبة للعائلة جدا، خاصة ان شكلها اوجه من الانوفا مثلا، كجيب كبرضه صرفية وقود افضل، وما يحتاج احد يتكلم في اي سوزو محركات الديزل. طبعا برضه السيارة فيها من نظام المنحدرات ما شاء الله، فانا اشوف سيارة جميلة جدا ومواصفاتها تستاهل، حتى قيمتها امانة. صح الواحد يقول اوه 84 و500 مواصفات ما في، لكن انت يوم تشوف السيارات الديزل الثانية قابة حيل، وما تعطيك بالسعر او السعر هذا يعني تعطيك نفس، عفوا ما تعطيك اي سياره بالسعر هذا تقريبا، ما في اي سياره كسياره اس يو في او جيب تكون بالمواصفات هذه والسعر هذا، ما في. يعني نروح نتكلم عن تويوتا فورتشنر يوصل سعره 117 ألف ريال، ماكينته صغيره بس فرقه عن هذا الدبل، وفي تحكم بسيط للدركسون، باقي المواصفات هي وفرق حدود كم وين ما شاء الله اكثر من 20-30، حول 30 ألف تقريبا. فلا ترجع هنا لهذه السياره خيار مناسب، مواصفات حلوه جميله. طبعا مواصفات من السلامه، فرامل الابيس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباك للساق والراكب، وعدد 7 أحزمة أمان. فهذه ابرز المواصفات اللي موجود بالسياره هذه، طبعا نفس الفورتشنر، فورتشنر بس في ركبه للارباك لركبه السائق. انا اشوفها حلوه صراحة، أتمنى أشوف الفل كامل، أكيد الفل كامل بتبيض الوجه، أتمنى يكون الفل كامل فيه مثبت سرعة، بصمة، نافيجيشن، إرباقات جانبية. فصراحة إذا كان في بالأوبشن هذا عندهم، صراحة أنا أهنيهم على السيارة هذه، وأشوف لها مستقبل جميل خاصة مع السيارات الديزل، حيكون لها وجود وإثبات وجود قوي جدا، خاصة الحين الناس بدأت يعني بعض الأشخاص يفكرون في محركات الديزل. طبعا الديزل في الايسوزو زي ما قلت لكم ما يحتاج، شركة ديزل اصلا ايسوزو، ما شاء الله تبارك الرحمن عندهم الديانات توصل للمليون،
ديناتهم هذه الجامبو، ما الجامبو هذه عندهم ما شاء الله، والام بي ار بشكل عام تمشي مليون، وما في الا اشياء استهلاكيه تغير فقط القير والماكينه زي الوكاله، وبشهاده كثير من الاخوان اللي يستخدمون السيارات هذه، خاصه اخوان ترزقون الله كدادين، فيقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن سياره جميله جدا، وخاصه عندكم ثلاث وكلاء في السعوديه هم العيسى وعندكم اليمني وعندكم با خشب، فهم موزعين السياره هذه، فما شاء الله تبارك الرحمن. ف يعني وخاصة بيصير في خط تجميع أو صار خط تجميع في الدمام لهم، فنتمنى انتشار لها بإذن الله تعالى. طولت عليكم أخوة الكرام بالفيديو، لا تنسوا تضيفون سناب شات تويتر انستغرام عندكم على زاوية الشاشة تحت، بيكون هنا بمكان اللي قاعد أشر فيه، والسلام عليكم ورحمة الله.